بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإنك تقرأ هذه الآية في كل يوم 17 مرة على الأقل، وإذا زادت صلواتك، أعني في السنن الرواتب وقيام الليل وسائر النوافل، زادت قراءتك لهذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. فدعونا في هذه الدقائق نتأمل في معاني هذه الآية التي هي خلاصة العبودية لله عز وجل. حينما يقول المصلي والقارئ لكتاب الله إياك نعبد، هنا فيه الإخلاص لله عز وجل بالعبادة، فإن العبد لم يقل أعبدك يا الله، بل قدم ذكر المعبود قبل العبادة، إياك نعبد، فأفاد هذا حصر العبادة أنها لله فقط. إذن استشعر هذا المعنى أيها المصلي حينما تقرأ أو تسمع هذه الآية: إياك نعبد، أي أنني لا أعبد إلا الله عز وجل، لا معبود حق إلا هو. وإياك نستعين يقال فيها كذلك، التقديم هنا أفاد الحصر، فلا تطلب الاستعانة إلا من الله عز وجل. يستفاد من هذه الآية فوائد غير ما ذكر. أولا، نعمة الله عز وجل أن جعل العبادة متنوعة، فإن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فتأملوا في آثار رحمة الله عز وجل في العبادة، أن جعل العبادة متنوعة. ثانيا من الفوائد أهمية الإخلاص في العبادة: إياك نعبد. ثالثا، عظيم الإقرار الذي يقره العبد على نفسه في كل ركعة أنه لا يعبد إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فعلى المسلم أن يجعل هذا حالا له بعد صلاته، أن يركز على العبودية لله عز وجل. من الفوائد سعة رحمة الله عز وجل ولطفه بعباده، أن جعلهم يدعونه أن يعينهم على العبادة في كل ركعة من ركعات صلواتهم: إياك نعبد وإياك نستعين. إن فيها لطفا ورحمة من رحمات الله، أن جعل من الواجب عليك ركنا أن تقرأه في كل ركعة، أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على العبادة. ويتفرع منها من الفوائد عظم أمر العبادة أن طلب منك أن تدعو الله أن يعينك عليها. يستفاد منها أن على المسلم أن يكثر من دعاء الله عز وجل أن يعينه على العبادة. ولذلك فمن دعاء نبيك صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يستفاد منها أن على المسلم أن يتأمل في عبوديته لله، هل هو في حال ترضي الله عز وجل، أم أنه نعوذ بالله في بعد عن الله؟ فما الدنيا إلا مجموعة أيام، أرى العمر كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لكن المسلم في ابتهاج عظيم وفي فرح كبير أن عبوديته لله من صلاة وذكر وتسبيح وقراءة للقرآن تقربه إلى رضا الله الذي يوصله، أي بعد رضا الله، أن يدخل جنة الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جزاء بما كانوا يعملون. فلنكثر من العمل والعبودية لله عز وجل، ولنحرص على جانبين هما شرط قبول أي عبادة: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: العمل الصالح أخلصه وأصوبه، أخلصه لله وأصوبه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين، وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد.